هاي، اليوم معكم شارل عزوري، بيوتي انفلونسر من بيروت. رح اعمل ريفيو على عدسة اناستازيا اديكت اللي موجودين على موقع iowa.com. يلي ما بيعرف، iowa.com هو موقع كتير كبير بينوجد عليه كذا براندز عدسات وسان جلاسز. انا اليوم حاعمل ريفيو على ثلاثة مفضلين لإلي من قصر 12 لانسز موجودين باناستازيا اديكت. stay tuned. مثل ما شايفين هلا انا ماني حاطه عدسات، لون عيوني الطبيعي هو بني. رح نبلش باول لون من اناستازيا اديكت اللي هو مارون. اوكي، هلا رح احط اللون اللي هو مارون. اللون كتير ناتشرال، اذا ملاحظين ليكم ما في كتير فرق بينه وبين لون عيني، بس مكبر شوي البوبو تبع العين، واتس سوبر ناتشرال مثل ما انا بحب. بفضله مع ميك اب يكون كتير ترابي، مثل ما هيدا الميك اب اللي هو سمبل. مثل ما هلا شايفين حطيتهم، مش معقول قد ايه اللون الطبيعي مثل لون عيوني، بس عاطي هيك مثل مضويين العين اكثر ومكبر العين. هيدا اللون فيكم تلبسوه افري داي لانه كتير ناتشر، والحلو بالعدسه انها كتير مريحه على العين كانكم مش حاطين شيء. الحلو بعدسات اناستازيا اديكت انه فيكم تستعملون لست اشهر، تخيلوا، والاي باور تبع العدسات بتروح للماينس 4. هلا حنجرب اللون الثاني من عدسات اناستازيا اديكت، اللون هو اورو، هو شوي على هيزل، رح اوريكم اياه. اوكي، هذا هو اللون الاورو، اذا ملاحظين اللون شوي قوي مشان هيك يحبس ينعمل مع ميك اب شوي سترونج، وهذا اللي بيحبوا اللانسز القوية، سو بفضل يكون اللانسز هيدا ينلبس بالليل. لون قوي بس ات ذا سيم تايم كثير حلو. اوكي، هلا حنجرب اللون الثالث اللي هو اماريلو، اتس جرايش وفيه شوية براون وما فيه ابدا كونتور، حشوف الفرق بينه وبين اللانسز اللي قبله. اوكي، هيدا اماريلو، اللون اذا ملاحظين هيدا كتير ناتشرال لانه بضله مبين لون عينكم الطبيعي. اوكي، مثل ما شايفين هيدا اللون الاماريلو كتير ناعم، حبيته لانه فيه شيدز براون، يعني ما بيمحي كومبليتلي لون العين، بينحط بالليل وبالنهار. انا اي وود جو فور دارك كولرز باللبس اذا وقتها بدي احطه. الحلو بعدسات اناستازيا اديكت انهم كثير مريحين وفيهم اكشلي ا لوت اوف ووتر برسنتج، هذا كثير مهم لما يصير في جاينس بقلب العين. لكل اللي حبوا العدسات فيكم تشترون من موقع iowa.com، متوفر كل الالوان اللي بتحبوها وفي غير الوان كمان ثانيه. وثانك يو، اي هوب يو جايز لايك ذا ريفيو.